بسم الله الرحمن الرحيم. أعلمكم اليوم بإذن الله كيف ممكن أعمل إنفوغرافيك عن طريق برنامج الباوربوينت. طبعا برنامج الباوربوينت برنامج إبداعي واحترافي لمن أراد استخدامه باحترافية. يمكن أعمل عليه إنفوغرافيك بكل احترافية، ولكن أهم نقطة أن تكون لدي الفكرة. فمثلا هذا الإنفوغرافيك سبق لي وأن عملته بالباوربوينت. طبعا الإنفوغرافيك عبارة عن عدة أشكال ملونة ومركبة على بعضها، فكلها من أشكال تلقائية. نختار مثلا هذا الشكل ونقوم برسمه. نختار من التنسيقات للشكل هذا التنسيق بالأسفل. أفضل دائما أن أبعد الشريحة قليلا حتى أجعل تصميمي كبيرا. ثم أيضا من إدراج أختار هذا الشكل وأقوم برسمه، ثم أختار مثلا نفس اللون. هناك حركة جميلة وهي بزر الماوس الأيمن أختار تحرير النقاط، ثم أسحب نقطة من هذه النقاط بهذا الشكل بحيث يصبح الشكل مختلفا. أستطيع أن أنسخ هذا الشكل ثم ألصقه مرة أخرى. يمكن عمل استدارة أفقية أو انعكاس أفقي عفوا من هنا. يمكن أن أقربه نوعا ما حتى أتأكد من دقة الشكل. يمكن وضع دائرة هنا واختيار لون مثلا هذا اللون، ثم نسخ هذا الشكل ولصقه مع تغيير أبعاده، تصغيره قليلا. بالضغط مرتين سريعتين على الشكل يمكن التحكم في الحجم وتلوينه باللون الأبيض حتى يتهيأ للناظر أن هناك إطارا على الدائرة، ولكن في الحقيقة ليس هناك إطار وإنما دائرتين فوق بعضهما. كيف يمكن أن أنسخ الدائرتين دفعة واحدة؟ أنشط الدائرة الأولى ثم بالضغط على مفتاح الشيفت مطولا والضغط على الدائرة الخلفية أستطيع أن أحدد الدائرتين، ثم كنترول سي كنترول في لنسخ ولصق الدائرة وإحضارها إلى الجهة الأخرى. يمكن أن أدرج الآن نصا، يفضل أن يكون باللون الأبيض لأن الخلفية غامقة. طبعا أستطيع أن أكتب ما أشاء، ولكن من المحبب أن يكون بلا مخطط تفصيلي، بمعنى بلا حدود على نفس النص. يمكن اختيار من تأثيرات النص هذا الخيار حتى أستطيع التحكم في وضع النص تماما. أيضا نسخ لصق وأستطيع وضعه في الناحية المقابلة. الآن اكتمل عندي الشكل الأول، ممكن أن أنسخه. يمكن تحديد كافة الأشكال بالضغط مطولا على زر الفأرة الأيسر مع سحب اليد إلى جميع الشكل فيتحدد معي جميع الكائنات الموجودة هنا. يمكن بزر الماوس الأيمن عمل تجميع ليصبح جميعه كائنا واحدا. الآن أستطيع أن أنسخه كنترول سي كنترول في. يمكن تطويل هذا العمود قليلا حتى يتناسب مع الشكل الآخر. أقوم بحذف ما نسخته وأنسخ الشكل الجديد بعد أن طولت العمود. نعم هكذا أفضل بكثير. يمكن الآن أن ألون هذا الشكل بلون آخر مثلا بهذا اللون، وبنفس الطريقة ألون الشكل المقابل مثلا. طبعا تنسيقات الألوان تعود إلى الشخص نفسه. إذا أحببت أن أضع ترقيما هنا مثلا، كان عندي إنفوغرافيك لتعداد معين، أستطيع نسخ هذا النص ثم كتابة رقم واحد وتصغيره
بهذا الشكل، واختيار طبعا اللون الأسود أفضل لأن الخلفية هنا بيضاء، هكذا أفضل. أيضا أستطيع الآن أن أنسخ كافة الأشكال الموجودة وألصقها، طبعا أحاول أن أعمل زوم أوت. أتحكم في اللون ولأجعله مثلا هذا اللون، وهنا بنفس الطريقة هكذا أصبح لدي الآن أشكال نفس الشكل بعدة ألوان. إذا أردت تكرار هذا الشكل يمكن نسخه ولصقه ثم وضعه بالأسفل. يتبقى لي أن أعرف كيف يمكن أن أحفظ هذا الإنفوغرافيك كصورة لأرسله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، فأحدد على جميع الأشكال الموجودة وأعمل لها عملية تجميع ثم بزر الماوس الأيمن نختار حفظ كصورة وأحفظها مثلا في سطح المكتب. طبعا يتم حفظ الصورة في شكل PNG بمعنى أن خلفيتها تكون شفافة. إذن هذا معي شكل إنفوغرافيك قمت بتصميمه على الباوربوينت بكل بساطة.